لا أنا منطقة مشكور. أنا بلد مشكور. My name is Mama. اسمي عبد الرحمن. أهم طرق الوقاية طبعا واللي احنا كلنا عارفينها غسل اليدين. لازم أغسل يديني لمدة لا تقل عن 20 ثانية. There's nothing to worry about as long as you wash your hands and keep clean and sanitize regularly. لازم نغسل يدينا كويس. ما نحبش ألعاب. ولازم نرجع تاني نغسل يدينا. أقضي فترة الحصر يا جماعة بطريقة إنه أنا أطلع غير الشخصية دخلت الحصر ذاته. كيف؟ رياض أبقى آكل أكل صحي ده أدخل مقابل أنا أصلا عندي أتعلم نقاط كده. I've been doing painting and I like cooking as well and playing with my dog. بقضي يومي في البيت باكل فطور بشوف تلفزيون. آخر حاجة عايزة أقولها يعني انتقلكي إنه مع كورونا دي نسمع الأخبار الإيجابية جدا ونبعد عن السلبيات، وحتى لو سمعنا أخبار سلبية ما تساعد كمان في نشرها لو إحنا ما متأكدين منها. Stay home, stay safe and keep clean. Bye وكونوا بسلامة. الناس يقعدوا في بيوتهم.